صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ مميز جدا، النهاردة 22/2/2022. يا رب النهاردة يكون يوم كمان مميز على حضراتكم، نعمل فيه أي حاجة جديدة عشان نحس إن هو يوم حقيقي مختلف، وإن شاء الله يكون يوم جميل على حضراتكم. خليني أذكركم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية. هنتابع فيها النهاردة نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وأهم اللقاءات اللي قام بيها امبارح. كمان هيكون معانا نشاط خاص بوزارة الداخلية وأيضا نشاط وزارة الدفاع. النهاردة كمان هيكون معانا زميلنا أبانوب ويليام مراسل القناة من داخل يعني بيت العائلة المصرية. هيكون في مؤتمر الأسرة والمجتمع اللي بيتم تنظيمه بالتعاون بين بيت العائلة المصرية ومؤسسة ويلز برينج للتنمية الاجتماعية وأيضا مؤسسة أنا المصري. هنعرف تفاصيل المؤتمر وهيكون معاه العديد من اللقاءات مع القساوسة والشيوخ. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا المؤتمر مع زميلنا أبانوب، يعني هنكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم. كمان هنروح لفقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعطلي أغلب الصحف المصرية، مع ضيفنا النهاردة أستاذ محمد الهواري رئيس تحرير موقع الفنار للإعلام. هنتكلم معاه ونحلل أبرز المانشيتات اللي بتعطلي أغلب الصحف المصرية الداخلية وأيضا الخارجية. فقرتنا الثالثة والأخيرة أعتقد فقرة مهمة جدا لكل الآباء والأمهات اللي عندهم ولاد دخلوا المدرسة. فكرة أنه أول أسبوع مدرسة الموضوع بيبقى صعب جدا، صعب على الأباء والأمهات وصعب كمان على أولادنا. فكرة أن إحنا كنا بنلعب وقاعدين والجو كان برد وطول الوقت قاعدين في البيت، وابتدينا خلاص نرجع ننزل تاني نذاكر، إزاي ننشط أولادنا؟ دايما عندهم الكسل، فكرة أن إحنا لا أنا مش قادر أذاكر، أنا لسه مخدتش على المدرسة أو لسه مش عارف أتعامل. إزاي نقدر نخليهم يعرفوا يعملوا ده؟ إزاي نقدر نخليهم يعني ينظموا يومهم علشان فكرة ان هم ما يكونش عندهم الكسل؟ يكون كمان طريقة المذاكرة ازاي مع يعني انتشار السوشيال ميديا وانه طول الوقت قاعدين على التليفون، مش بنعرف نفصل ولادنا قوي من السوشيال ميديا والتكنولوجي اللي هم طول الوقت ماسكينها في ايدهم علشان يذاكروا، علشان يبدأوا يركزوا في المذاكرة. ده موضوعنا النهاردة، هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نأهل كمان الاباء والامهات ان هم يتعاملوا مع ولادهم عشان يكون عندهم يعني الثقافة والتركيز الكافي لبداية الترم التاني. ده نتكلم فيه مع دكتور إيمان الرئيس مستشارة تربوية ونفسية، أعتقد موضوع مهم جدا تابعونا. خلونا نخرج في البداية لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معانا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. وسيادة الرئيس كان ليه العديد من الاستقبالات، بداية مع استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وده كان بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. كمان كان في استقبال آخر ولقاء آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وده كان برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وأيضا كان بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية. كمان كان في لقاء آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله بالأمس للسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، كان بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. خلينا نتابع تفاصيل هذه اللقاءات مشاهدينا في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفاً في مصر، مشيداً سيادته بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعرباً عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات. من جانبه عبر الرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومبدياً إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة السيد الرئيس، والتي تعتبر امتداداً لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. وقد رحب السيد الرئيس بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، معرباً سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيراً للقمة العالمية للمناخ COP27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. من جانبه أعرب السيد جون كاري عن سعادته بلقاء السيد الرئيس مجدداً، مؤكداً ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب السيد الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيد الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر غلاسكو العام الماضي، فضلاً عن المشاركة مؤخراً في مؤتمر محيط واحد في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسة سيادته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية خاصة الأفريقية فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي، خاصة وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخراً. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.
وقد أشاد السيد الرئيس بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. كما رحب السيد الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصة في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة. وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة حياة كريمة، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحي الحياة للمواطنين، فضلاً عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب. وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة السيد الرئيس، مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا. كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية، وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصراً ضرورياً لبناء دولة وطنية قوية. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نتابع تفاصيل أكتر عن الخبر اللي عرضناه بالأمس عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وعقده لدورة تعليم لغة الإشارة لموظفي جامعة عين شمس، وده تحت رعاية نيافة الحبر الجليل لأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث بدأت يوم الأحد الماضي الدورة التدريبية لتعليم لغة الإشارة المصرية للإداريين بإدارات شؤون الطلبة من مختلف كليات جامعة عين شمس في مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وده من خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في تعليم لغة الإشارة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وده بهدف إعدادهم للتواصل مع الطلبة الصم وضعاف السمع داخل الجامعة. ولتفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة حنانة السعيد مدير مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس ومنسق بروتوكول التعاون بين الجامعة والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورانا. بداية خلينا يعني ناخد من حضرتك فكرة طبعا عن الدورة والهدف منها ونعرف كمان مدتها قد إيه.
طيب طبعا أنا بشكركم على إبراز أهمية الدورة دي للمرة الثانية. حضرتك يعني ذكرتي في المقدمة بتاعتك إنك أشرتي بيها بالأمس، خلينا شرف إن إحنا يعني تواصلنا في المداخلة، وأرجو إن إحنا النهاردة لو في أسئلة أكتر نقدر إن إحنا نجاوب على أي استفسارات تخصها. الدورة دي ذات طبيعة منفردة بالنسبة لنا في جامعة عين شمس، رغم إن إحنا بروتوكول التعاون مبرم ما بين المركز الثقافي القدسي وجامعة عين شمس من عام 2016، وعقدنا أكتر من دورة في مجالات مختلفة، وعقدنا أكتر من دورة في مجال لغة الإشارة للصم وضعف السمع، لكن الدورة دي ليها أهمية خاصة بالنسبة لنا في الجامعة، وأعتقد كمان في المركز، لأنها بتركز على توصيل كيفية التعامل والتواصل من خلال لغة الإشارة مع طلاب الجامعة، من خلال توصيل اللغة وأساسياتها للعاملين في إدارات شؤون الطلاب المختلفة في الجامعة. فطبعا احنا طبعا الجامعة بتشمل فئات كثيرة جدا، من ضمنها فئة طلاب ذوي الإعاقات، وبالأخص طبعا أكبر عدد عندنا بيدرس بيكون من ذوي الهمم، بيكونوا من الطلاب ضعاف السمع والصم. فطبعا مهم جدا كان ان احنا نقدر ان احنا نوصل لهم الخدمات، مش بس الدراسه بالظبط. الطالب بيبقى محتاج خدمه خارج قاعه المحاضرات، فاحنا لازم ان احنا كنا نفكر في اهميه ابراز دوت للجامعه. ويعني في هذا الاطار انا بتوجه للشكر لنيابه الامن بارميه، لانه فعلا فعلا يعني ما تاخرش اطلاقا يعني ما عرضنا عليه الفكره، وذلل كل العقبات اللي كانت ممكن ان هي تعوق وصول الدوره في الوقت اللي احنا محتاجينه، في الزمن اللي احنا محتاجينه. احنا طبعا لمسنا المشاكل في بدايه العام الدراسي، وكنا حريصين ان احنا مع بدايه الفصل الدراسي الثاني نكون بادئين ان احنا نطبقها بالفعل، ونشعر الطلاب بتوعنا ان احنا بنبص لهم نظرة، عارفة حضرتك، يعني شمولية، مش مجرد ان احنا بننقل لهم المعلومة العلمية والمحاضرات، لكن كمان اي خدمة هم محتاجينها نقدر ان احنا نتواصل معاهم فيها. وعليه تم الاتفاق على عقد الدورة لمدة شهر ان شاء الله، يعني كمستوى اول. ويعني الحقيقه يعني اداره الجامعه الدكتور محمود المديني رئيس الجامعه، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، كلفونا ان احنا نبدا على طول التجهيز، والدوره بتعقد دلوقتي في مركز رعايه او مركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصه. ولازم اشكر مديرته استاذ دكتوره رنا الهلالي، لان هي الحقيقه يعني كانت صاحبه اول مبادره للتنفيذ، والحقيقه يعني هي نفسها الحقيقه بتحضر المحاضرات مع الدارسين، ويعني الجامعه سعيده جدا جدا بالدوره. صحيح. طيب بشكل عام يا دكتور، خلينا يعني ناخد من حضرتك فكرة عن أوجه التعاون ما بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونتكلم كمان عن فكرة تأهيل هؤلاء يعني من ضعاف السمع والصم، إزاي بتقدروا تتواصلوا معاهم؟ حضرتك بتسألتني سؤالين، الأول هو الخدمات المختلفة أو أوجه التعاون المختلفة في البروتوكول. هجاوب على حضرتك في ده سريعا جدا. بروتوكول التعاون بيشمل كل الخدمات التعليميه اللي الجامعه بتقدمها او التدريبيه او الاجتماعيه، سواء في الطرفين اللي بتقدم من خلال الطرفين، سواء الجامعه او المركز الثقافي القدسي. الدورات بتشمل تدريب في مجالات مختلفه، عندنا لغات بقى طبعا حضرتك، عندنا دبلومات مهنيه، ويمكن دي فرصه جميله جدا ان احنا نقدر نعلن للمره الثانيه
عن دبلومة مهنية بتقدم لأول مرة في مصر الحقيقة، وأعتقد إن هي كمان وإحنا بنجهز لها أدركنا إن هي أول دبلومة مهنية تقدم في هذا المجال في الشرق الأوسط، وهي دبلومة لغة الإشارة المصرية. صحيح. فالحقيقة يعني دي فرصة جميلة إن إحنا نذكر المستمعين والمشاهدين بالدورة دي، لأنها برضو ذات طبيعة منفردة جدا. لأول مرة يكون في دبلومة مهنية مدتها تقريبا عام دراسي 300 ساعة دراسية في مجال لغة الإشارة، ودي برضو بالتعاون بين الجامعة المركز والمركز الثقافي القدسي، وأنا بقدمها عندي في مركز التعلم القدسي. نعم، يعني أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات. بشكرك الأستاذة الدكتورة حنان السعيد، مدير مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس ومنسق بروتوكول التعاون بين الجامعة والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بشكرك جدا يا دكتور. احنا لسه مشاهدينا مع يعني نفس الموضوع وتنظيم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لدور التعليم لغة الإشارة لموظفي جامعة عين شمس، ولمزيد من التفاصيل بينضم عبر الهاتف معنا أستاذة كلير غايس عبد الملك، استشاري تعليم مدرب ومترجم للسم وضعاف السمع. صباح الخير أستاذة كلير. صباح النور، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيكم. بداية خلينا نعرف من حضرتك، طبعا حضرتك شايفة إزاي حرص المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي واهتمامه بشكل عام بضعاف السمع والصم؟ المركز أخذ المبادرة دي من قبل ما أولادنا يدخلوا الجامعات المصرية، بأن هو عمل دروس تقوية ودورات تدريبية، فكنا بنشتغل على ثلاث محاور. المحور الأول للطلاب إن هم يقروا ويكتبوا عربي وإنجليزي علشان نقدر نأهلهم لدخول الجامعات. كنا بنشتغل مع الأهالي إن إزاي يتعامل مع أولاده وإزاي يكون في ظهرهم علشان نجاحهم، وكنا بنشتغل مع المجتمع علشان نبني الوعي إنه الأصم هو يقدر لو أخذ الفرصة صح. ومن هنا أولادنا دخلوا الجامعات المصرية وتفوقوا وجابوا تقديرات عالية، امتياز مع مرتبة شرف زي ابننا جون وفوزي جيد جدا وكريستين، وولاد كتير قوي 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 دخلوا حققوا نجاحات حتى على مستوى كلية تربية نوعية على الثانويين. فدي كانت فرحة لينا قوي وكانت مشجعة لينا قوي، ولازلنا مستمرين في الشغل مع الأهالي ومع المجتمع. فعملنا كتيب للمجتمع نعرفهم به إزاي يقدر يتعامل مع الأصم في الحاجات الأساسية، زي اسمك إيه، أنت بتعمل إيه، أنت مبسوط، أنت زعلان. ودي حاجة كانت كويسة قوي، كنا بنوزع الكتيب ده في كل احتفالية. ومن الحاجات الحلوة إنه عملنا مسابقة على مستوى الجمهورية علشان نعرف المجتمع إنه الشخص الأصم يقدر يكون ناجح من خلال الفن والتصوير والنحت، ودي سمعت في كل المحافظات، وكان معانا أولاد طلعوا من الأوائل، وكان الاحتفالية الأخيرة كانت بحضور قداسة البابا وناس أنبائية ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، وكانت فرح والدكتورة نديم القباس، وده كنا بنعلن للمجتمع إن أولادنا قادرون فعلا. فدي حاجة تفرحنا قوي قوي قوي. صحيح. لازم نشتغل على الثلاث محاور، مش بس الطلاب، لكن الطلاب والمجتمع والأهل. طيب أستاذة كلير، أنا عايزة أرجع مع حضرتك شوية كده لورا ونعرف من حضرتك، يعني إمتى جت فكرة إن إحنا نعلم وندرب لغة الإشارة لولادنا في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عشان نأهلهم للجامعات المصرية؟ هم أولادنا دخلوا الجامعات المصرية 2015-2016. نعم. فإحنا بدأنا قبل كده لتأهيلهم وتدريبهم، ومش بس الولاد، إحنا كنا بنعمل دورات تدريبية علشان نقدر ندرب مترجمين يكونوا كفء انهم يكونوا في الجامعات المصريه عشان يقدروا يشرحوا المناهج والمصطلحات الصعبه اللي اولادنا ما قابلوهاش قبل كده. فقربنا اكثر من 300 مترجم ومترجمه، منهم 45 مترجم ومترجمه شغالين حاليا في الكليات اللي فيها اولادنا الصم على 8 محافظات. طيب يعني حابة أسأل حضرتك كمان من الناحية التربوية والناحية النفسية لولادنا، إزاي يعني نأهل ولادنا ويكون عندهم القدرة والاحتمالية
طبعا رغم إعاقاتهم إنهم يكون عندهم الإصرار على النجاح دايما. هي دي الحتة اللي احنا اشتغلنا عليها إنه لازم يكون عنده ثقة إن هو مش إن هو أصلا ما يعرفش يعمل حاجة، لا هو بيقدر يعمل كل حاجة، ولازم يثبت للمجتمع إن هو دي اللغة بتاعته. عشان كده احنا مسمينهم الصم وضعاف السمع وليس الصم والبخم زي ما كل مصر بتقول. صحيح. احنا بنقول الصم وضعيف سمع لان الاصم هو ليه اللغه بتاعته، هو ما سمعش وبالتالي ما قدرش يتكلم. عشان كده احنا بنقول انت بتقدر زيك زيه. وشفنا ان اولادنا الصم اندمجوا جدا في الجامعات، بل بالعكس ده ابتدوا يعلموا اللغه بتاعتهم لزملائهم في الكليات، ودي حاجه كانت حلوه قوي انه اصحابهم فرحوا بلغه جديده بيتعلموها وبيتكلموا معاهم باللغه بتاعتهم. وبقينا بنقول ذوي القدرات الخاصة مش ذوي الإعاقة. يعني أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذة كلير، بشكرك أستاذة كلير غايس عبد الملك استشاري تعليم مدرب ومترجم للصم وضعاف السمع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا لسه مع يعني عقد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لدورة لتعليم لغة الإشارة الموظفي جامعة عين شمس اللي ابتدت يوم الحد اللي فات، دورة لتعليم لغة الإشارة المصرية للإداريين بإدارات شؤون الطلبة من مختلف كليات عين شمس في مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وده من خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في تعليم لغة الإشارة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وده للهدف أو الهدف منه إعدادهم للتواصل مع الطلبة الصم وضعاف السمع داخل الجامعة. مزيد من التفاصيل أيضا مشاهدين احنا معانا عبر الهاتف أستاذة الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني بدايه خلينا نعرف من حضرتك كمان من وجهه نظر حضرتك تفاصيل اكتر عن هذه الدوره، ونتكلم عن اوجه التعاون المشترك ما بين جامعه عين شمس والمركز الثقافي القبطي الارثوذكسي. الدوره دي هدفها تسهيل او تيسير امور الاصم وضعاف السمع في الكليات المختلفه. احنا دايما عندنا فكر ان الاصم وضعاف السمع موجودين بس في كليه تربيه نوعيه. بتوجه الدوله الجديد الحمد لله وتوجه الدنيا كلها ان الاصم وضعاف السمع او الطلاب ذوي الاعاقه على حسب قدراتهم العقليه والذهنيه وقدراتهم بنحقهم يدخلوا كليات مختلفه. فمنها ان احنا الجامعه دايما بتحب انها يعني تجهز الجامعة وتجهز الدنيا للطلاب عشان يتمتعوا برحلة جامعية على أكمل وجه من حقهم، فلازم يلاقوا التيسيرات اللي موجودة في الكليات عشان تخدمهم عشان يعرفوا يتلقوا التعليم ورحلة التعليمية على أكمل وجه. صحيح. فاحنا دايما بنحاول نعمل كده. فتوجهنا في الأول ان احنا عاوزين هنعمل ايه، محتاجين ان احنا ندرب قطاع شؤون طلاب على لغة الإشارة بحيث أن الطالب الأصم وضعيف السمع يعرف يقدم، يشوف طلباته محتاج إيه، يعرف يتحرك من غير الحاجز اللي موجود دايما معانا، اللي أنا حسيته شخصيا يعني وأنا ماسكة مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، إن في حاجز دايما موجود مش عارفين نفهم بعض. ولازم أديله ورقة يكتب ولازم يكتب لي وأنا أكتب له، وأنا كنت حاسة إن ده لأ ده مش صح، لازم. صحيح. اتعلم ولازم افهمه وهو يفهمني. صحيح. فبالتالي لو انا حاسه بده في المركز يبقى هو حاسس بكده في حياته عامه، فلو دخل كليه غير الكليه المعتاده فيها مترجمين اشاره مش هيعرف او هيبقى متضايق. بمعنى اصح يعني هيحس ان في حاجه مختلفه. لا هو طالب زيه زي اي طالب، عنده القدره الذهنيه والعقليه انه يكمل الرحله التعليميه بتاعته على اكمل وجه، ومن حقه علينا ان احنا نعمل له ده. فاحنا توجهنا ان احنا نبتدي ان قطاع شؤون طلاب والعاملين عليها يبقى عن في حد موجود ومسؤول يعرف يتواصل مع الطالب عشان ييسر له اموره. فتوجهنا ان احنا طبعا ببروتوكول التعاون اللي مع المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي اللي من 2016 ونيافه الانبا ارميه متعاون جدا معانا وفاهم القصه كويس جدا وملم بالقصه جدا. فلما توجهنا ان احنا عاوزين نبتدي ندرب كمان بعد التدريبات اللي بنعملها وتوفيرهم لمترجمي الاشاره عندنا في تربيه نوعيه، ولو محتاجين حاجه بيوفروها، لا عاوزين بقى نبتدي ندرب العاملين كمان
عشان يبقوا جاهزين في اي وقت. يبقى طالب أصم عنده قدرة وجاب النتيجة عشان يدخل كلية معينة من حقه يبقى يتوفر له الخدمة اللي هو محتاجها. صحيح. فابتدينا في القصة دي والدورة ابتدت، وإن شاء الله دورات كتير تانية جاية عشان نبتدي نعلم قطاعات تانية في الجامعة لغة الإشارة عشان تيسر لهم أمورهم. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وأعتقد إن هي يعني هتخلي في دمج بشكل كبير جدا وأثار إيجابية هتكون أو هتعود على أهالينا من ضعاف السمع والصم. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك أستاذ دكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة جامعة عين شمس، شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا جدا. مشاهدينا معنا تقرير خاص بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، شهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة للدفعة 118 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تضم عدد من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مداخلتنا مع حضرتك. أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة للدفعة 118 حربية وما يعادلها، والتي تضم عددا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين. وفي بداية الاحتفال تم استعراض إجراءات التأمين الإداري والطبي والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الكلية الحربية لمجابهة فيروس كورونا، وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن تمرينات رياضية أعقبه قيام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 118 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً للفروسية، واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكري من مهارات أساسية باستخدام السلاح تضمن إشارات الميدان والقتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس، كما قدموا عرضاً للمهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة في أحوال الرؤية العادية والضعيفة والمنعدمة، عكس المستوى المتميز للطلبة المستجدين. وقدمت مجموعات من الطلبة عرضاً باستخدام الموانع للمهارة في الميدان والرماية من أوضاع مختلفة، تلا ذلك عرض لمهارات التعليم الأولي باستخدام السلاح، وعرض للموسيقات العسكرية، واختتم الاحتفال بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات المختلفة والمعهد الفني للقوات المسلحة يتقدمهم حملة الأعلام، أزمنا المحال.
وفي ختام طابور العرض العسكري عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتفوقين من أوائل الطلبة المستجدين تقديراً لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكري. وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها على الجهد المبذول لتحويل شخصية الطلبة المستجدين من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء اللامحدود للنهوض والتقدم بالعملية التعليمية وجميع النواحي الفنية والإدارية داخل الكليات والمعاهد العسكرية. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد، كما هنأهم بنيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية، وعوصى الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية واستعدادهم القتالي والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معانا خبر خاص بمحافظة أسوان، شهدت اليوم وتحديد معبد أبو سمبل في ساعة مبكرة من صباح اليوم ظاهرة فلكية ومعمارية فريدة، وهي تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بأبو سمبل. للتفاصيل أكتر عن هذه الظاهرة احنا معانا عبر الهاتف أستاذ بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصريات. صباح الخير يا أستاذ بسام. صباح النور وصباح الإنجاز اللي بيبهر العالم. أهلا بحضرتك معانا. يعني خلينا ناخد في البداية طبعا ونعرف فكرة عن هذه الظاهرة الفلكية الفريدة اللي شهدها معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل أعتقد منذ ساعات قليلة ماضية، وأهم الفعاليات كمان اللي تمت اليوم. هو مرة تانية يعني بيطل علينا المصر القديم بعبقريته المعهودة، وبيقول لنا وبيفكرنا يا جماعة العملية مش مجرد ان حضارة حنطت او حضارة عملت مقابر او كذا، ولكن نحن حضارة علم وحضارة عمل وحضارة إدارة، وانا مصر بان علم الإدارة علم من اختراع المصريين القدماء. والدليل النهاردة انت عندك مرتين في السنة بيحصل موضوع نفاذ أشعة الشمس. الشمس بتخش في حدود الساعة 6 والنهاردة مثلا في حدود الساعة 6 وصباحا بتخش مع شروق الشمس في النوبة العظيمة، بتخش بزاوية معينة، بتمشي جوه المعبد في خط مستقيم من المدخل الرئيسي والوحيد للمعبد الكبير بتاع الملك رامسو الثاني أو رمسيس أو رعمسيس، لغاية لما بتوصل لحد آخر غرفة منحوتة هتلاقي 4 تماثيل منحوتة قاعدين جنب بعضهم، الأربع رجالة، كل راس من الرجالة دي مختلف من اليمين كده، وانت بص هتلاقي في صقر على راسه في قرص شمس، ده راحل أختي، ده واحد من المعبودات الأسطورية، جنبيه في رمسيس الثاني لابس خبرش، ده تاج وخوذة الحرب والمنازلات العسكرية، جنبيه راجل عنده رشتين فوق راسه، ده إيمن رع اللي احنا نسميه أمون رع، وهو حاطط الرشتين دي عشان في الأسطورة هو بيحرك الرياح بالرشتين دول. والرابع اللي هو راسه مكسورة شوية، ده احنا عارفين من النصوص ان هو بتح او بتاح، وده جزء من ال 12 ساعة بتوع الظلام ورحلة الليل بتاعة المصري القديم في الحياة الأبدية، وبالتالي ما بينورش. وهنا بس ردنا على الناس اللي بتقولك انت يا بسام عمال تقول لنا العبقرية الفلكية وعبقرية العامل المصري، اهو بتاح ما نورش، هقول له لا ده ما ينورش، ده ايه دي المعجزة، ده هو ده الصح، لأنه لو كان نور يبقى كل المعبد ده ملوش أي فايدة، لأن هو كان جزء من ال 12 ساعة بتوع رحلة الليل. فكرة الدخول الضوء اكتشفتها واحدة بريطانية كانت بتزور مصر في 1800 اسمها أميليا إدواردز، دي أول واحدة كتبت في التاريخ في كتابها الجميل الرائع اللي العالم كله أراه اسمه A Thousand Miles Up the Nile أو 1000 ميل على النيل. الكتاب ده بيج هيت أول ما نزل
في 1877 كان مشهور جدا. نعم. هي رسمت بعض الآثار اللي زارتها وكتبت في بعض السطور عن انها لاحظت ان الشمس بتخش في قدس الأقداس مرتين، 22 فبراير و22 اكتوبر. وكانوا 21 فبراير و21 اكتوبر كانوا قبل ما ينقلوا المعبدين في الستينيات من القرن الماضي من 64 ل 68 اتكلف النقل حوالي 40 مليون دولار، وده كان مبلغ كبير وقتها. 40 دولة اشتركت في انقاذ معابد النوبة ومنها معبدية ابو سنبل، وطلعوه فوق 65 متر عن مكانه علشان المية بتاعت البحيرة ما تخشهوش. احنا مدة استمرار الظاهرة يا استاذ بسام قد ايه؟ بتقعد حوالي تلت ساعة 20 دقيقة في الحدود ديت، ولم يحدث كثيرا في تاريخنا الحديث في احتفالاتنا بنفاذ أشعة الشمس ان الشمس ما نفذتش. يعني هي حصلت مرتين ثلاثة، لكن ده كان علشان السحب كانت بتبقى يعني واقفة قدام الأشعة، لكن غير كده هي كل سنة ماشية كويس جدا. هذا المعبد بالمناسبة يا جماعة لو انتوا شايفين الواجهة بتاعته، كلكم حافظين الواجهة بتاعته، واللي ما زارش أبو سنبل هيشوفها على الجنيه البني بتاعنا، الجنيه الورقي. هتلاقي في الجنيه الورقي البني هتلاقي ثلاث تماثيل والرابع مكسور كده على الواجهة بتاعت المعبد ده، معبد أبو سنبل، وده رمسيس الثاني اللي حكم مصر 67 سنة. والمعبد ده فيه تفردات وجنبيه معبد مراته. واحد رمسيس الثاني، أبعت لكم كده فاكسات حلوة كده من 3000 سنوي. رمسيس الثاني واحد من الملوك النادرين في مصر القديمة اللي عمل حاجات كتيرة جدا، لكن منها حاجة ما حصلتش غير مرتين في تاريخنا، وهي إن هو أمر بنحت، نحت مش بناء، نحت معبد لمراته. فهو كان رجل رومانسي. احنا طول النهار عمالين نتكلم على رمسيس الثاني إن هو على العجلة الحربية وبيحارب الحيثيين وبتاع معركة قادش والكلام اللي احنا بندرسه ده، ماشي. لكن أنا كمان عايز أوجه النهارده عبر النافذة عندكم إن لا، ده كان رجل رومانسي جدا، ده كان البيرفكت اكزامبل او المثال الاعلى للرجل في الوقت على انه رومانسي، ان هو بيقدم امراه واحده. يبقى اذا انحت لمراتك معبد علشان تدلها على الحب وتدلها على الشغف في الحياه الزوجيه بين الزوجين. اثنين، حط على الواجهه جمله بيبقى فيها كلمه بالهيروغليفيه اسمها وبن. وبن بالهيروغليفي يعني تشرق او شروق، شروق الشمس يعني. الجمله دي بتقول ايه؟ الجمله دي بتقول هي التي من أجلها تشرق الشمس. الجملة دي هو موجهها لمراته، هو بيقول على مراته إن الشمس دي لما بتطلع ما بتطلعش عشانك وعلشاني ولا على السبعة مليار اللي عايشين في العالم، لا، بتطلع بس علشان تدفي وتنير الطريق لمراته. وده دليل على إن رمسيس الثاني مش مجرد رجل قاعد على عجلة حربية طول النهار عمال يحارب، لا، ده كمان كان رجل رومانسي جدا. ثلاثة، معبد اللي دخلت فيه الشمس النهاردة ده مبين لنا على يمين الداخل أول ما تخش في البهو الأول منظر نادر الوجود. وأنا في 40 سنة بلف على أثار مصر وبدي محاضرات فيها للأجانب وللمصريين ما شفتش المنظر ده غير مرة واحدة بس، وهو في أبو سنبل في الإيه، في المعبد الرئيسي اللي حصل فيه نفاذ أشعة الشمس النهاردة. إيه بقى المنظر؟ اتنين على ركبهم، قاعدين على ركبهم كده والجنود المصريين حواليهم، دول اتنين جواسيس حيثيين تم القبض عليهم. يبقى إذن منظر الجواسيس ده منظر نادر. يبقى إذن المعبد كمان فيه ندرة. الواجهة من بره على شمالك وانت واقفة فيه لوحة زواج من أجنبية حيثية أميرة. فانت تقولي يا بسام انت لسه قايل لنا ان الراجل يعني اتجوز على مراته؟ ما هو قالها بقى لما تشرق الشمس بقى والكلام ده. لكن يا استاذ باسم ده لا، احنا كنا خلاص خدنا الطاقه الايجابيه الرومانسيه الصباحيه دي بقى وقتها، ما تقلقوش. ما انا بديك بقى القصه دي عشان انا عارف ان في ناس هتطلع تقول ايه، طب ما هو اتجوز اهو. انا هقول لك دي كانت عاده شويه عند بعض الملوك في مصر القديمه، ان ايه، ان كان بيوطد العلاقات الدبلوماسيه بينه وبين الممالك الثانيه لما بيبقى في اتفاقيه سلام. ورمسيس الثاني عمل اتفاقيه سلام مع الحيثيين، والاتفاقية دي تم ترجمتها وكان منها حقوق الإنسان. فأنت عندك دستور لحقوق الإنسان في المعاهدة السلام اللي ما بين رمسيس والحيثيين، دي كانت موجودة عندنا من 3000 سنة وقبل رمسيس الثاني كمان، فكرة حقوق الإنسان. طب احنا مش محتاجين معاهدة سلام في التوقيت اللي احنا فيه ده خالص يعني. عشان بس نبقى متفقين. خلاص ماشي اتفقنا، بس انا بس بشرح دي عشان الناس تقول لك ايه، طب ما هو الملك بيتجوز. فانا بقول لك يعني اسباب بتاعتها. لكن اخيرا عايز اقول لك على حاجه لطيفه، اقول للساده المشاهدين على حاجه لطيفه في ابو سنبل. تخيلي معايا ان انت واقفه معايا في النوبه كويس في هذا المكان الجميل الرائع في جنوب مصر،
وإن إحنا قررنا، الملك قرر إنه ينحت معبد للمعبودات بتاعته. نعم. مين اللي واقف يدي القرارات دي؟ مين اللي قاعد بيشتغل على ده؟ نمرة واحد، أنت عايزة كاهن ديني علشان هينقي النصوص الدينية اللي هتنحت داخل وخارج المعبد. أدي واحد. اتنين، الإدارجي بتاع العمال اللي هو المشرف بتاع العمال، مشرف العمال ده لازم يبقى موجود، لأن ضربة واحدة واحدة بدون مبالغة غلط في الجبل هتخلي الشمس ما تخشش تنير الثلاث تماثيل اللي هم عايزين ينوروها، بالتالي الجبل كله سوف يتم هجرانه، يبقى المشروع كله هيفشل، يبقى كل ضربة عامل مصر جنوبي في الحتة دي كان لها حسابها. ثالثا، الجيولوجي ودي في ناس كتير ما تتكلمش عليه. احنا بس محتاجين فقره خاصه نتكلم فيها عن يعني المعبد وكل ما فيه من تماثيل واثار. بشكر حضرتك جدا استاذ بسام الشماع، المؤرخ وكاتب المصريات، بشكرك جدا وبعتذر لحضرتك لضيق الوقت. فضل. شكرا لحضرتك يا استاذ بسام. معانا تقرير مشاهدينا خاص بالقبض على تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على المواطنين عبر تطبيق الرمال البيضاء. خلينا نتابع تفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضرتك. برغم تعقد وتنوع أساليب النصب على المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لتلك الجرائم. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء، وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين على الإنترنت على أرباح من التطبيق بعد سدادهم مبالغ مالية تصل إلى 30,000 جنيه وإهامهم تحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده من خلال تكليفهم بمشاهدات فيديوهات واشتراك في قنوات وإعجاب بمنشورات ومتابعة أشخاص عبر فيسبوك ويوتيوب. بعدها تم إغلاق التطبيق بعد الاستيلاء من الضحايا على ملايين الجنيهات. وفي ضوء خطورة الواقعة لما تمثله من تعدي صارخ على أموال المواطنين، وضعت الإدارة خطة محكمة لضبط القائمين على هذا التطبيق، اعتمدت على استخدام التقنيات الحديثة وتتبع مسارات الأموال المحولة ومناقشة المشتركين في التطبيق، ونجحت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك مقابل حصوله على نسب مئوية من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها. وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة المحول إليها قيمة اشتراكات المجني عليهم، وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومديرية أمن القليوبية، ونجحت في ضبط 3 متهمين. واستمرت خطة البحث المعقدة وأمكن الوصول إلى مؤسس التطبيق المشار إليه، وتمكنت من ضبطهم في أماكن متفرقة وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية وماكينة طباعة فواتير شرائية يستخدمها المتهمون لإهام شركات الدفع الإلكتروني بمشروعية الإيداعات النقدية للمشتركين بالتطبيق، وماكينة تصنيع أختام وأكل شهات، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين 3,000,000 جنيه إضافة إلى 2,000 دولار أمريكي. كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة حوالي 20,000,000 جنيه وأصول عقارية بقيمة 6,000,000 جنيه وعملات افتراضية بيتكوين بقيمة حوالي 2,800,000 جنيه. وتتولى النيابة العامة التحقيق، وأكدت تلك القضية مدى جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الجرائم المستحدثة وضبط مرتكبيها مهما اتخذوا من إجراءات الحيطة والحذر. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. رياضياً، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022. ولتفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا كابتن.
صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا يا كابتن. يعني بدايه خلينا نعرف من حضرتك الموعد الجديد اللي تم تحديده وسبب تقدم مصر كمان بطلب تاجيل لهذه المباراه. هم رحلوا الماتش الاياب يوم، ويعني هيبقى في فاصل زمني ما بين الذهاب والاياب 4 ايام، كان الفاصل الزمني 3 ايام، لكن الحمد لله اعتقد كده بقى يعني فاصل زمني 4 ايام، لانه احنا هنلعب هنا الاول، فكان المفروض الفاصل الزمني ما بين 25 و 28 اللي هو كان محدد كان اقل من 3 ايام، لان احنا بنلعب بالليل وهما بيلعبوا عصرا من 28 يعني. فالاتحاد قرر انه يعني يخلي الفاصل الزمني 4 ايام، وبالتالي هيبقى في مساحه من الوقت ان شاء الله لمنتخب مصر ان هو يبقى عنده 4 ايام ما بين مباراه الذهاب اللي هتقام في القاهره ومباراة العودة اللي هتكون الشهر القادم في دكار. يعني كده موعد لقاء الذهاب هيكون في موعده المقرر؟ ولا احنا بعد ترحيل الإياب بقى في يوم زيادة؟ هو أعتقد حركة على حسب ما أنا متذكر 25 و29 ده موعد المباراتين. وإن شاء الله يعني اللي يفوز في مجموع المباراتين هو هيتأهل لكأس العالم مباشرة منا ومن السنغال. نروح بقى نتكلم عن توقعات وتقييم حضرتك للمباراة وموقف الفريق المصري طبعا في مواجهة السنغال، وناخد في اعتبارنا طبعا المباراة الأخيرة اللي كانت بين مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية. طبعا يعني الفريق السنغال هو المصنف رقم 1 في أفريقيا من 4 سنوات، هو حامل لقب البطولة، كل لعبته محترفين في أوروبا في أندية كبيرة جدا، عنده 4 5 لاعبين تقال جدا زي روجي ميندي حارس المرمى، ده فاز بأفضل حارس في العالم في استفتاء الفيفا، وزي الظهير الأيسر سيسي لعيب متميز وعالي جدا، زي السيرد باك كاليدو كوليبالي بيلعب في نابولي لعيب متميز جدا، زي ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول، زي إسماعيل أسارة، عنده لعيبة تقال جدا 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 يعني. فيعني الأمور يعني مش سهلة، محتاجة مجهود وتصميم. في فارق ما بيننا وما بينهم يعني فنيا، لكن ده ممكن يتعوض يعني. في كرة القدم ياما شفنا فرق ممكن تبقى فنيا أعلى من فرق، لكن ليس بالضرورة ما هي تكسب. بالظبط. وبعدين أنا عندي عامل الشحن الجماهيري، الجمهور بتاعي يعني والملعب استاد القاهرة بيلعب أي فريق، انا عندي الاعلام بتاعي برضو ممكن يعني يجهز اللعيبه بشكل جيد. بالظبط، بيدي طاقه. صحيح. وبعدين مباراه العوده هناك دي هتضرهم اكتر ما تضرنا. ليه؟ لان هو حضرتك هيجي لي وبعدين يرجع تاني، لكن انا هروح وبعدين ارجع بعد الماتش. والمسافه مننا للسنغال بالطياره 7 ساعات، انا رحت السنغال قبل كده بس رحتها بقى كان عن طريق ترانزيت يعني. لما رحتها نزلت في نيجيريا وبعدين نزلت في كوت ديفوار وبعدين نزلت في يعني كانت عمليه صعبه متعبه. طبعا. فبالتالي يعني عايز اقول لحضرتك انه وكان في زمان خطط عن طريق فرنسا تروح لغايه فرنسا 6 ساعات وبعدين تنزلي على السنغال جنوبا، فكانت شغلانه. دلوقتي الطياره الخاصه بتسهل الامور، فاحنا كده عندنا رحله واحده بس، هو هيجي لي ولعبته اساسا كلها في اوروبا منهكه المفروض يعني، لعبته هتيجي وتتجمع وبعدين يسافروا وبعدين يوصلوا للقاهرة وبعدين يرجعوا تاني يقابلونا في السنغال. هم هيعملوا 3 سفريات، انا عندي 5 محترفين، ويعني طبعا دول هيسافروا هيجوا كل حاجة، لكن الغالبية العظمى من اللعيبة بتاعتي موجودة هنا وماتش الذهاب هنا، وبعدين بعد كده الناس هتسافر يعني. هم هيعملوا 3 سفريات الغالبية العظمى فيهم يعني، فالعوامل دي كلها في صالحي برضه. أكيد. وإن كان ده لا يمنع إنه السنغال فنياً وبدنياً فريق قوي جداً. بس خلينا يعني متفائلين وإن شاء الله يكون يعني فريقنا قوي ونقدر إن شاء الله. وهو حضرتك إحنا لما لعبنا معاه في كأس الأمم هو ما قدرش يكسبنا، ما إحنا لعبنا في أرض محايدة. هو النتيجة انتهت بالتعادل 0-0، وبعدين بالزبط. فين؟ في إحدى دول الغرب. يعني أنت عارف حضرتك زي ما إحنا لما بنلاعب فريق مثلاً أفريقي لما لعبه في تونس أو مغرب أو جزائر افضل لي وممكن اعمل نتيجه ايجابيه اكتر لو لعبته مثلا. صحيح. في الكونغو او لعبته مثلا في كوت ديفوار. الاجواء والجمهور والحياه والطبيعه والبلد اللي انا رايحها ما بتكون عربيه بتفرق معايا، بتديني شعور بالاطمئنان. طيب رغم كده، رغم ان البطوله كانت في احدى دول الغرب اللي هي الكاميرون،
لكن هو ما كسبناش لا في الوقت الاصلي ولا في الوقت الاضافي وكسب بركلات الترجيح. طيب خلينا ناخد من حضرتك يا كابتن يعني معلومه كم او عدد مرات وصول مصر لمونديال كاس العالم خلال التاريخ الكروي؟ هي مصر طبعا تأهلت سنه 1934 وكان المرحوم عبد الرحمن فوزي سجل هدفين في مرمى المجر، خسرنا من المجر 4-2 وخرجنا. كان زمان المباريات على طول نوك اوت يعني تخسري تخرجي مش مجموعات زي دلوقتي. وبعدين بعدها ب 56 سنه وفي عهد الله يرحمه الكابتن جوهري قاد الفريق للتاهل المره الثانيه سنه 1990 وكانت في ايطاليا، وبرضه بطوله 34 كانت في ايطاليا، والمره الثالثه اللي هي كانت في روسيا في عام 2018. وللاسف الشديد الثلاث مرات خرجنا من الدور الاول يعني ما تاهلناش. ويعني نتمنى بقى لمنتخب مصر ان شاء الله ان هو يعني تكون المره الرابعه القادمه في الطريق ان شاء الله. احنا بنتفائل دايما بمكالمه حضرتك وبنتمنى طبعا النجاح والتوفيق لمنتخبنا في مباراه الذهاب والاياب. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الإخبارية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية وضيفنا اللي هيكون معانا عبر الهاتف أستاذ محمد الهواري رئيس تحرير موقع الفنار للإعلام، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما وعدنا حضراتكم هيكون معنا لقاءات مباشرة وحصرية مع زميلنا ومراسلنا أبانوب ويليام من ونعرف تفاصيل أكتر عن مؤتمر الأسرة والمجتمع اللي بيتم تنظيمه بالتعاون بين بيت العائلة المصرية ومؤسسة ويل سبرينج للتنمية الاجتماعية وأيضا مؤسسة أنا المصري. هنعرف تفاصيل أكتر ولقاءات أكتر مع زميلنا ومراسلنا أبانوب. صباح الخير يا أبانوب. أبانوب سمعني؟ صباح الخير يا ريني، أهلا وسهلا. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة اليوم الثاني من مؤتمر الأسرة والمجتمع تحت رعاية رئيسي بيت العائلة المصرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. بالأمس تم افتتاح المؤتمر في حضور نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية ودكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة. ألقى كل منهم كلمة عن أهمية الترابط الأسري في الدين المسيحي والدين الإسلامي وانعكاسه على صلابة المجتمع. الحقيقة المؤتمر بيهدف إلى تدريب مجموعة من وعاظ ووعظات الأزهر والأباء الكهنة على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسري من خلال توعية بدور الأسرة وتقويمها، بالإضافة إلى طرق تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان من أجل استعادة منظومة القيم
في المجتمع المصري. ولينا لقاء دلوقتي مع فضيلة الشيخ محمد رمضان واعظ بالأزهر. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. مرحب بيك. عايزين نعرف ما هي أهم الأسس المطروحة في المؤتمر لتقوية الترابط الأسري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم الأسس هي الترابط بين الأسرة والمجتمع، إنشاء جيل صالح للمجتمع يخدم المجتمع ويحس على الفضيلة. أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع لمجتمع فاضل يحس على الأخلاق والتحلي بمكارمه. لذلك قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي هذا اللقاء يعني الترابط بين الأسرة، إزاي بناخد في محاضرات عن الأسرة وأهميتها في الإسلام وأهميتها في الدين المسيحي. أن الإسلام يحس على أن نربي أبناءنا على الكتاب، نحس أبناءنا على تقبل الآخر، نحس أبناءنا ونعلمهم على احترام الكبير والعطف على الصغير. الإسلام يعلمنا وهكذا الدين المسيحي أن الإنسان في هذه الدنيا أخ لأخيه، إنما المؤمنون إخوة. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مثل هذه اللقاءات تدعونا إلى التحلي بمكارم الأخلاق، تدعونا إلى بناء جيل جديد، إلى بناء يعرف الوطنية ويعرف مدى أهمية الوطن للإنسان، ومدى أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع، ومدى أن يكون صالحا في تربيته لأولاده وتربيته للنش، وأن يخدم المجتمع وأن يحس على الفضيلة. شكرا لفضيلة الشيخ. لنا أيضا لقاء آخر مع القس يوسف زكي كاهن كنيسة مرجرجس خمروية بشبرا. أهلا بقدسك أبونا. عايزين نعرف ما هي أهداف المؤتمر وطرق تنفيذ الآليات اللي احنا المفروض هنعرفها علشان ننفذها مع الشعوب سواء في الكنيسة أو في المساجد. صباح الخير جميعا. مؤتمر جميل جدا، تطرق لحاجات كتير جدا ولسه تطرق النهاردة وبكرة، لكن أهم الحاجات اللي ذكرت حتى الآن إزاي أخلي بيتي جنة، كل واحد يخلي بيته جنة، إزاي يربي أولاده ويخلي العيلة كلها تحب البيت. أيضا تطرقنا لدور الأب، ودي تملي إحنا بنتطرق لدور الأم في كل مكان، هنا تطرقنا لدور الأب وأهميته مع الطفل هو لسه جنين في بطن أمه إلى أن يكون شابا. وعرفنا أن مفروض الأب يقعد مع العيلة حوالي 3 ساعات كل يوم، لو ما فيش الوقت ده يبقى ما فيش أطفال أحسن، يقول نو تايم نو بيبي، فلو ما فيش وقت الأولاد يبقى ما فيش جاي الأطفال أصلا. طبعا دي حاجة تخلي إزاي كل واحد يحب بيته ويبقى جنة. إزاي نوصل الكلام ده بقى للناس؟ من خلال المنبر، العظات اللي بتتقال في الكنيسة، من خلال إعداد خدام أو تدريب أشخاص آخرين عشان يوصلوا الكلام ده للمجتمع، من خلال المشاكل اللي بتعرض علينا والزيارات في البيوت والمشاكل الزوجية اللي بتحصل كتير جدا، ومشاكل مليانة بين الزوج والزوجة والأبناء، فنقدر نوصل هذه الفكرة أن يخلوا بيتهم جنة، يحبوا يكونوا موجودين في وجود الأب والأم، وأما الأب يبقى جد برضك زي دوره يبقى في الأسرة بحيث الأسرة كلها تبقى جنة. شكرا جزيلا أبونا. نشكر فضيلة الشيخ وبنشكر أبونا على هذا اللقاء. في الحقيقة المؤتمر بيؤكد على فكرة إن المجتمع كله بتقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسك الأسرة أو ضعفها داخل المجتمع، وأي تقصير أو إخفاق في قيام الأسرة بدورها بيكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائه وفكره وأمنه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليكي يا بنوب. وفعلا فكرة المؤتمر اللي بتعقد باسم الأسرة والمجتمع، وزي ما قلنا الهدف منها أو عرفنا منها كمان ومن فضيلة الشيخ ومن أتسابونا إنه الهدف منها تدريب مجموعة من الوعاظ من الشيوخ ومن القساوسة عشان نطلع أسرة متكاملة. فكرة بناء الأسرة ده يعني أعتقد بيعكس دور مهم جدا على العالم كله والدولة بشكل العام، انه يكون في طرق تنميه ووعي مجتمعي. زي ما اتسابونا قال كمان انه لازم يكون عندنا وقت لاولادنا، مش بس فكره ان احنا يعني نجيب اولاد وخلاص، لازم يكون في فعلا دور للاباء والامهات في ان احنا نحتوي اولادنا عشان نطلع اولاد يعني اسويه تقدر تتعامل مع المجتمع بشكل عام. انا بشكرك جدا يا ابانوب، وبشكر فضيله الشيخ، وبشكر اتسابونا مره تانية. شكرا ليك يا ابانوب. شكرا ليك.
مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، خليكم معانا. مصر جاية مصر جاية مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، مع ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ محمد الهواري، رئيس تحرير موقع الفنار للإعلام. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا. هنبدأ مع حضرتك على طول أول مانشيتاتنا، بداية مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له العديد من الاستقبالات بالأمس، بداية مع استقباله لوفد من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وده كان برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية. كمان تابع تنفيذ الدول استراتيجياتها التنموية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي ونعرف من حضرتك كمان أهمية هذا اللقاء. الحقيقة طبعا هي المبادرة، هي مبادرة من تقريبا سنة 2003، وبشكل أساسي كانت بتتركز على الالتزام الطوعي لمصر انها يتم يعني فحص من وقت الى اخر ما تقوم به من اجراءات وخطوات مهمه في مجالات مثل الحوكمه الرشيده والحوكمه الاقتصاديه وغيرها من المجالات التنمويه وما يتسق مع اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده على سبيل المثال، وكذلك استراتيجيه التنميه الافريقيه 2063. بالتالي هذا اللقاء بيؤكد على أكثر من جانب. الجانب الأول هو الاهتمام المصري الكامل بالعمق الأفريقي. مصر اللي بتقود هذه القارة الأفريقية لا تجد أبدا أي مشكلة، بل بالعكس لدينا من الشفافية وأننا نفتح أبوابنا للجميع من أجل أن يروا جميعا ما يحدث من إنجازات في مجالات تنموية مختلفة، بالإضافة إلى الشراكة المصرية من أجل التنمية في أكثر من دولة أفريقية. إن مصر ليست دولة تسعى أبدا إلى أي تدخل في شؤون الآخرين، ولكن دائما ما تركز في أن تكون قائدة للتنمية في القارة الأفريقية في إطار الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهذا هو ما نراه بشكل واضح في هذا اللقاء الحقيقة. صحيح. طيب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا كان لي لقاء آخر واستقبال آخر برئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وده كان بحضور أيضا السيد سامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيدا بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كل الأصعدة، معربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات. وعبر الرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأشار إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي طبعا عن هذا الاستقبال وكمان العلاقات المصرية الفرنسية في التوقيت الحالي. أنا بشوف الحقيقة هذا اللقاء من زاويتين مهمين الحقيقة. الزاوية الأولى هي الزاوية المتعلقة بالعلاقات المصرية الفرنسية. إحنا شايفين دور كبير جدا بتقوم به فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وكمان بنشوف علاقات مصرية فرنسية متميزة جدا على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، وبالتالي هو تأكيد على أن هذه العلاقات في أقوى حالتها. إضافة إلى النقطة الثانية المهمة جدا وهي استقبال نيكولا ساركوزي في مصر هو أسرته لقضاء العطلة الشتوية بما كل ما يحمله من رسائل من الأمن والأمان واستعداد مصر الدائم لاستقبال ضيوف مهمين، بالإضافة إلى استقبال مصر للضيوف من جميع أنحاء العالم بكل ما تتميز به من إمكانات للسياحة المختلفة. صحيح. فبالتالي أرى أن اللقاء الحقيقة مهم وبيجاوب على الحتتين دول بشكل قوي جدا. صحيح. طيب نروح لاستقبال آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. وأكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كل الأطراف لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بجميع مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. نتكلم مع حضرتك كمان يعني عن هذا اللقاء. الحقيقة أنا بحب أن أنا أحط الصورة كلها جنب بعضها، يعني إحنا شايفين دلوقتي ثلاث لقاءات مهمة جدا قام بيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. اللقاء الأول المتعلق بالآلية الأفريقية، إذا بنتكلم عن البعد الأفريقي وقيادة مصر للقارة الأفريقية فيما يتعلق بالتنمية. واللقاء الثاني هو اللقاء مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وده بيتكلم على العلاقات المصرية الفرنسية وبالتالي على البعد الأوروبي والمتوسطي. وأخيرا اللقاء اللي كان مع جون كيري والمتعلق بجانبين، الجانب الأول هو العلاقات المصرية الأمريكية واللي تطرق ليها هذا اللقاء المهم، الأمر الثاني وهو المتعلق بقيادة مصر أيضا لملف مهم جدا وهو ملف تغير المناخ وما يتعلق بتداعياته. أنا شرفت أن أنا كنت حضرت التحضيرات الخاصة بقمة المناخ في كوبنهاجن في الدنمارك، الكلام ده كان سنة 2009. وقتها يمكن كان حلم بعيد المنال شوية بالنسبة لنا انه يا ترى يعني هل ممكن مثلا في يوم من الايام مصر تستقبل هذه القمة، لكن النهاردة هذا الحلم لم يعد بعيد المنال ومصر ان شاء الله في نوفمبر ان شاء الله المقبل هتكون منظمة يعني منظمة لقمة المناخ 27 في مدينة شرم الشيخ. صحيح. دي رسالة قوية وتكليل جهود كبيرة جدا قامت بيها مصر بمؤسساتها مختلفة، وجهود كبير جدا قامت بيه وزارة البيئة المصرية على مدار عهود مختلفة ان احنا نصل الى هذه المحطة المهمة. ومصر النهاردة هي بتقود هذه المفاوضات وبتلعب دور محوري جدا في ملف من اخطر الملفات اللي بتهدد البشرية كلها. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا، رئيس وزراء مصر والأردن بيترأسان أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، توقيع مذكرات تعاون أبرزها في مجالات المناطق اللوجستية والحجر الزراعي والشباب والبرنامج التنفيذي للتعليم العالي والإعلام.
تفاصيل الخبر بتقول أسفرت اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تحضير أو توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه في ختام أعمال الدورة 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية، ووقعها من الجانب المصري دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من الجانب الأردني يوسف محمود وزير الصناعة والتجارة والتموين. كمان كان في العديد من المذكرات التفاهم الثنائية التعاون في مجال الحجر الزراعي، وقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني الدكتور صالح الخربشة وزير الطاقة والثروة المعدنية. نتكلم مع حضرتك كمان عن هذا المنشط ونتكلم عن العلاقات المصرية الأردنية. العلاقات المصرية الأردنية مؤخرا هي بتعيش عصرها، هي علاقات تاريخية وممتدة على مدار سنوات طويلة، بتتخذ شكل أكثر استراتيجية وأكثر عمقا في خلال السنوات الماضية، ويمكن شفنا من شهور القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية وشايفين البعد الاستراتيجي في هذه العلاقات بيمتد وبيتنوع. الحقيقة شايفين كمان الأجزاء المتعلقة بالتعاون اللوجستي والاقتصادي وما يتعلق بمنطقة قناة السويس على سبيل المثال، وشايفين الحقيقة أنه ده برضو تأكيد للبعد العربي. يعني الحقيقة أنا بكون سعيد جدا وأنا بشوف هذه التحركات المختلفة للدولة المصرية على المستوى الإفريقي، على المستوى الأوروبي، على مستوى العلاقات الخارجية والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء العرب. فبالتالي هذه العلاقات التاريخية بتتخذ أشكال أكثر تنفيذية، خلينا نقول هذا التعبير، من خلال عدد من الاتفاقات المهمة جدا اللي بتصب في النهاية في مصلحة البلدين الشقيقين. صحيح. طيب خليني أختم مع حضرتك آخر منشطتنا بمنشط خاص بفرنسا تدعو مجلس الأمن الدولي للإنعقاد بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. دعت السلطات الفرنسية مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع عاجل بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية وفق بيان للإليزي أمس. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان سابق إن الرئيس ماكرون اقترح عقد قمة بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا وافق عليها الطرفان. وأعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على بذل كل الجهود الممكنة للتوصل بسرعة إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية. وكان الكريملين قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي أكد جدوى تكثيف العمل عبر صياغة نورماندي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا. نتكلم مع حضرتك كمان عن هذا الخبر. طبعا الخبر يمكن كان هيكون مهم جدا من كام ساعة، لكن الخمس ساعات الماضية الحقيقة شهدت تطور مهم جدا فيما يتعلق بهذا المشهد الملتهب للغاية، وهو انه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحقيقة صدق على الاعتراف باستقلال كل من جمهورية دونتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك، وبالتالي اصبح الامر النهارده متصاعد للغاية. أوكرانيا من ناحيتها شافت أن ده يعني تدخل في شؤونها بشكل كبير جدا، وأن هو بينتزع أراضيها، وبالتالي الولايات المتحدة خرجت بسرعة. جيب ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض وقالت أن الولايات المتحدة هتفرض عقوبات على القادة، اعتبرتهم القادة الانفصاليين من أوكرانيا في الإقليمين أو الجمهوريتين اللي صدق الرئيس الروسي على استقلالهم. الرئيس الروسي كمان ألمح إلى أنه سوف يتم إرسال قوات روسية لحفظ السلام في الإقليمين أو في الجمهوريتين المنفصلتين، وبالتالي أعتقد أن الأمور بتتجه إلى مزيد من التعقيد، وقد تتسارع الأمور على الأرض بشكل يصعب معه تحقيق سلام سريع في خلال هذه الأيام. أتمنى طبعا أنه الأمور تتجه إلى الاستقرار العالم، ليس في حاجة إلى مزيد من التوتر، خصوصا في ظل اللي احنا بنشهده من صراعات هنا وهناك. حقيقة نتمنى فعلا الأمن لكل دول العالم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد الهواري رئيس تحرير موقع ألف نور للإعلام، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الصحفي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.
مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة هنتكلم فيها عن موضوع بهم كتير من الأباء والأمهات، هي فكرة بعد الأجازة إزاي نأهل ولادنا للمدارس وما يكونش فيه كسل، إزاي يعرفوا يذاكروا أو ينظموا وقتهم. ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي معانا عبر ماسنجر، دكتور إيمان الرئيس، مستشارة تربوية ونفسية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. يعني بدايه زي ما قلت كده انه الولاد محتاجين يتاهلوا نفسيا وكمان الاباء والامهات، يعني فكره ان احنا نكون الدنيا ما فيش يعني بنلعب وبنخرج وما فيش التزامات وبعد كده نرجع لفكره مذاكره والتزام، ازاي نقدر ناهل ولادنا لان احنا بننتقل لمرحله تانية؟ تمام، هو كل سنة وانتم طيبين. طبعا الترم التاني خلاص ابتدى، وتأهيل الولاد يعني هو يعتبر ما خدوش أجازة كبيرة فلسه مستمرين. أهم حاجة أنا عندي ثلاث مراحل التأهيل: التأهيل البدني، التأهيل النفسي، والتأهيل الاجتماعي. التأهيل النفسي للطفل إن أنا بهيئه نفسيا إن في دراسة، بس مش همنعك من اللعب ولا من الفسح ولا من الخروج ولا من الأيام بتاعتك اللي انت كنت بتقضي فيها أوقات مبسوط منها. عشان كده النظام بيبقى مهم جدا. ليه الأطفال بتتضايق منا ان احنا بنقول له الدراسة جاية، خلي بالك مش هيبقى فيه نادي، مش هيبقى فيه لعب؟ لا، النظام حلو عشان الولد ما ينفرش من الدراسة ويبتدي يبقى عنده صورة ذهنية ان الدراسة دي حاجة وحشة جدا وان هي بتبعده عن الحاجات اللي هو بيحبها. يبقى التأهيل النفسي انت كل حاجة هتعملها، بس هتعملها بنظام وبترتيب، وتعملها بالطريقة اللي مناسبة ليك وفي الوقت المناسب. وابتدي أعمل له جدول. ده التأهيل النفسي. التأهيل البدني إن أنا بقى أبتدي أأكله أكل صحي، أنيمه 8 ساعات 9 ساعات عشان يقدر يركز ويقدر يستوعب ويقدر يقدر إنه يتواصل مع المدرسة وزمايله والمدرسين. ما يبقاش حاسس إنه متضايق ومتكتف وبيروح ينام. كتير جدا بنلاقي مشاكل للولاد داخل الفصول ان بيجي ينام على الديسك. ليه؟ اصلا ما نمتش كويس. كتير بيجي معهوش اكل مثلا. ليه؟ اصلا ماما نسيت تعمل لي سندوتشات، ومثلا هجيب من الكانتين او هاكل اي حاجات حلوه ممكن تاذيه هو جسديا وتاذيه عقليا كمان. فبالتالي النقط دي مهمه جدا. اجتماعيا بقى، احنا كاسره لو مثلا كبابا وماما بنخرج وبنتفسح وبنجيب اكل من بره، لازم كل الحاجات دي تكون منظمه وتكون مرتبه للاطفال، والسيستم اللي بنمشي عليه لازم نمشي عليه كلنا احتراما للولاد في المدرسه. وغالبا لما بنقول سيستم الدراسه وسيستم المذاكره هو ما بيضايقش على فكره، هي حاجه صحيه جدا ان يناموا كويس وان ياكلوا كويس وان ينظموا وقتهم، حاجات مطلوبه منا احنا كمان ككبار يعني، بس مش الولاد الصغيره. فلما الولاد بتشوفنا احنا كاب وام بنعمل الخطوات دي، هم بيعملوها عادي لان ده سيستم حياه. فبالتالي مهم جدا ان احنا ننظمهم في الثلاث امور دول. مهم جدا بالنسبه لي الترفيه والتحفيز، حاجه مهمه جدا. يعني ايه ترفيه وتحفيز؟ يعني انا لما ابني يعمل حاجه كويسه لازم يكون عارف ان هو هيتكافئ في مكافاه كويسه. بس مش في كل حاجه. صحيح، دي بقى النقطه. هيبقى يعني ممكن نفهمها للمشاهدين، مش الواجب عليه هيتحفز عليه. بمعنى ايه؟ في حاجات اساسيه لازم يروق سريره، لازم يحط هدومك، مش ده مش هيتحفز عليها. لكن لو عمل اكسترا هوم ورك، لو جاب درجات احنا متوقعين مثلا يجيب درجه يعني مثلا 70% جاب مثلا 90، فبالتالي لا، هو عمل اكسترا مجهود فلازم يتكافئ على المجهود الزياده بتاعه. ودايما بحب مكافاه الاطفال بالذات تكون حاجات فيها احاسيس ومشاعر، يعني حضن، يعني طبطبه، يعني تشجيع بالتشجيع لفظي بالكلمات،
بنيجي في المكافآت المادية تبقى حاجات مادية بسيطة يستفيد برضو بها الطفل. صحيح. طب دكتور أنا حابة برضو يعني أبرز فكرة الأباء والأمهات إن هم يتأهلوا كمان نفسياً وجسدياً لفترة الدراسة، لأن إحنا بنبقى يعني أمهات مفيش مسؤولية كبيرة، مفيش مذاكرة، مفيش التزامات بالتوقيتات، وبنرجع بقى يعني في انضباط وفي يعني صحيان بدري، في تحضير يعني اللانش بوكس أو الوجبات للولاد، ففي يعني في التزامات. إزاي أنا كأم أأهل نفسي لده؟ تمام. خلينا نتفق مع بعض ان النظام كويس جدا. بمعنى ايه؟ اللي بيضايق اي ام واي اب ان انا ما بلحقش الصبح اعمل اكل الولاد، طب انا ممكن احضره من بالليل. حاولي الفتره بتاعت الصبح ما تبقاش فيها ارتباك، ما تبقاش فيها شغل كتير فتضايقك فحاجات تقع منك. وبفضل جدا من بالليل لو الام عندها اكتر من طفل تكتب في ورقه ابني ده محتاج ايه وابني ده محتاج ايه ومحتاجه اعمل من ايه، وتبقي تعمل علامة صح على كل حاجة عشان ما تنساش. تأهيلك انت النفسي، هم مش رايحين يتعاقبوا ولا انا بعاقب نفسي. صحيح. فتحاولي على قد ما تقدري بعد الولاد ما تنزل، يبقى انت ليكي بريك مع نفسك لو ما بتشتغليش. يعني لو ما بتشتغلي ابتدي انزل اشوف صحابي، اروح المكان اللي انا بحبه، اتمشى شوية، اعمل اكتيفيتي مناسبة، كأنك بتحفزي نفسك وبتشجعي نفسك. ودايما بقول الاب والام الاذكياء جدا اللي بياخدوا من كل فعل في حياتهم وسلوكياته وتصرفاته في حياتهم الجانب الايجابي اللي بيشجعهم. يعني انت لو زعلانه مثلا ان هم صاحيين بدري ومش هتنامي براحتك، لا ده انا هقوم بدري وهعمل حاجات ما كنتش عارفه اعملها. فحاولوا انتوا يعني داخليا نأهل كل حاجه بتمر بيها يبقى فيها بالظبط. يعني طيب. واكتر حاجه بتضايق الامهات الصبح تقول لك ايه، انا ما لحقتش اعمل، ما لحقتش مثلا احط لهم حاجات في الشنطه بتاعتهم. خلينا نتفق ان الولاد لما بتعدي مرحله سن العشر سنين لازم يعمل كل حاجه بنفسه. انت مش بتساعديه، انت بتساعديه مش بتعملي له كل حاجه. فبالتالي لازم يكون الامور منظمه، عشان كده دايما النظام بيريح. صحيح. لما تكوني ام منظمه بترتاحي جدا وبتعرفي تاهلي نفسك ازاي وبتعرفي تتصرفي ازاي. حاولي على قد ما تقدري مثلا لو انا باخد طريق الصبح مع ولادي وانا بوصلهم انزل بدري شويه، او اخد الطريق السهل، او احاول على قد ما اقدر ما اوترهمش واوتر نفسي، فابتدي ان انا اشتمهم وازعق لهم واقول لهم ايه الدراسه جت، احنا اتخنقت، يا ريتها ما كانت جت الدراسه، كل الكلام اللي انت متخيله بيعدي كده وبتقوليه اي كلام خلاص. لا حقيقة. يركزوا معاه جدا. حقيقة يا دكتور. طيب أنا حابة أروح مع حضرتك لنقطة تانية. أعتقد أنه كل الأمهات سمعت الجملة دي، وأنا شخصيا سمعتها من تاني يوم دراسة، وأنا كل يوم هذاكر، وأنا كل يوم هصحى بدري، ده احنا لسه بادئين، ده احنا ما كملناش يومين في المدرسة. فكرة دايما الكسل، وفكرة أنه مش حابب أنه هو يذاكر، مش حابب أنه هو يعمل الواجبات بتاعته، مكسل، أنا كرد فعلي أعمل إيه؟ يعني أبدأ بقى يعني أشخط، أزعق، أو أضرب علشان يقعد يعمل الهوم وورك بتاعه أو المذاكرة، ولا يعني أبدأ أمشي معاه بنظام تاني علشان أحببه في المذاكرة؟ فكرة أن الطفل مش حابب المذاكرة، إزاي أقدر أعمل ده؟ طب ما تيجي كده نبدل، أنا هبقى ابني وابني هيبقى أنا. بيفكر إزاي؟ وإيه الحاجة اللي بتضايقه من المذاكرة؟ وليه متضايق؟ وليه بيقول الكلام ده؟ لو جيتي فكرتي فيها هتلاقي إحنا السبب الأساسي إن ولادنا تتضايق من المذاكرة. لأن إحنا دايماً بنضغط عليهم للأسف بعض الأحيان نفسياً. خلص ده عشان مش عارفة تعمل إيه، وأوعى وأوعى، هتلاقي كل كلامك مع ولادك تحذيرات وتنبيه وتخويف وترهيب، مفيش تحفيز. فالنصايح المهمة جداً إنك تخلي ابن حضرتك اللي يعمل لنفسه الجدول. يعني قولي له انا سايباك براحتك خالص، هتعمل لنفسك جدول مذاكره وانت اللي هتمشي عليه وانت اللي هتقيم نفسك. من هنا اتعلم الثقه بالنفس، من هنا بقى حاسس ان هو ملتزم وحاسس ان هو بينجز الحاجه لوحده. مشكلتنا ان احنا عايزين نعمل كل حاجه للولاد، فبنبقى احنا مضغوطين نفسيا كاهالي، فمحتاجين كل حاجه بسرعه. ده هينام، ده جه بصي ساعه اربع من المدرسه، قدامك ساعتين بس قبل ما تركز وهتنعس مني. لا، يبقى احنا نخلي الولد يبقى هو اللي يعمل جدول المذاكره بنفسه. تاني حاجه، بلاش اخوفه، بلاش اقول له كلام سلبي، بلاش احسسه بالرعب من الدراسه. بالعكس، انت الدراسه بتشوف صحيح. صحابك ودايما تديله حاجات ايجابيه. انت عملت ايه؟ يلا احكي لي، قول لي ايه الحاجات الحلوه اللي شفتها النهارده في المدرسه. يعني دايما لما تقابلي ابنك في المدرسه قولي له ايه الحاجه الحلوه اللي حصلت النهارده، ايه اللي بسطك النهارده، احكي لي يومك كان عامل ازاي، وتبتدي انت كمان حضرتك تحكي له
يومك كان عامل ازاي عشان يحس ان كل يوم عايز يحكي لماما حاجه جديده. غالبا الولاد ممكن ما تحبش المدرسه يا بسبب الضغط النفسي من الاهل يا بسبب الاصدقاء احيانا. يعني ممكن يكون ملوش صحاب، ممكن يكون بيشوف المدرسه دي لود عليه، يعني انا هفضل على طول اذاكر، ما هو ما فيش بريك باخده، ان احنا بنضغط عليهم من الجانب المذاكره. الاهم من كل ده ان حضرتك كأم تعافي امكانيات وقدرات ابنك عشان ما تضغطيش عليه نفسيا وبدنيا. يعني لو انت عارفه ان ابن حضرتك قدراته العقليه متوسطه ما تحاوليش تخليه يبقى شاطر فتبتدي تخليه يذاكر وقت زياده. وفي فيها في المذاكره في طريقه حلوه قوي، والطريقه دي بتجيب نتيجه ممتازه. دايما بقول للولاد اليوم اللي هتروح تذاكر فيه الدرس هتقعد 30 يوم فاكر الدرس ده، هيفضل في بالك. لو ما روحتش رجعت هتنساه، لان في فعلا يا دكتور ولاد بيكون عندها يعني هو بيبذل كل ما يعني كل ما يقدر عليه ان هو يقعد ويذاكر، بس هو عنده صعوبه في التعلم، صعوبه في انه يفتكر، انا مش فاكر، انا ذاكرت بس مش فاكر. الفكره كلها دي ان هي انا عملت اللي عليا بس انا قدراتي مش جايبه المنهج ده، او انا مش قادره اتعامل مع ده، ازاي انا كأم اعمل ده؟ طيب احنا نحترم قدرات وامكانيات ولادنا عشان ما نضغطش عليهم نفسيا. اولا لو حسيتي ببعض العلامات صعوبات التعلم عند الولد لازم تتوجهي للاخصائيين والمختص في الامور دي عشان يقدر يساعدك في طريقه المذاكره. في طريقه مذاكره ممتازه جدا اللي هي نص ساعه وخمس دقائق على اربع مرات، بريك بينهم بعض 10 دقائق في كل نص ساعه وخمس دقائق. دي بتفرق معاه جدا في المذاكره، يعني كل نص ساعه وخمس دقائق ياخد بريك 10 دقائق، هتلاقيه ما زهقش وانجز معاكي في المذاكره، او يذاكر بطريقه فيها جزئيه الخريطه الذهنيه ودي برضو ممتازه جدا في المذاكره. انت عايزه طرق مذاكره متميزه مع الطفل عشان يحب المذاكره ما يكرهوش. ودي نقطه مهمه جدا. صحيح. لقيتي عنده مشاكل وقدراته وامكانياته كده، اتعاملي على الاساس ده. خلي بالك ناس كتير جدا كانت عباقره ومش شاطرين قوي في الدراسه، وناس كتير دكاتره، وناس كتير مهندسين، وناس كتير مدرسين، بس انت محتاجه ابنك يبقى مميز وسوي نفسيا، ودي نقطه مهمه. يعني انا عندي ايه يبقى دكتور وعنده مشاكل نفسيه، مهندس وعنده مشاكل نفسيه، لازم تعرفوا اللي انتوا بتربوا اولادكم دلوقتي نفسيتهم دي هتفضل معاهم لحد ما يكبروا. فعشان كده حطوا بلاش نضغط عليهم نفسيا، نركز معاهم في المذاكره بدون ضغط نفسي. في امهات كتير تقول لي ايه، لا هو امكانياته وقدراته كيب اكتر من كده، وهو اللي بيستهبل، وهو اللي مش عايز يذاكر، وهو طب ما تحاولي تحفزيه، حاولي تعملي طرق جديده تلفتي نظره بيها. حاولي انت المصدر الاساسي للطفل مش هو، يعني انت كأم الاساس، فلو عنده قصور يبقى ممكن تكون طريقه حضرتك معاه غلط. صحيح. طيب دكتور ايمان، انا حابه اروح مع حضرتك لنقطه اعتقد مهمه جدا، فكرة ان الاطفال مع التطور التكنولوجي اللي احنا فيه، وكل طفل دلوقتي وكل شخص كبير وكل مراهق، يعني اعتقد ولادنا كلهم ماسكين طول الوقت التليفون، ماسكين الايباد، الطفل من سن صغير جدا ماسك ايباد او تابلت في ايده. فانا مع دخول المدرسة، وطبعا هو طول فترة الاجازة وانا كنت مريحة دماغي كأم، وامسك التليفون اتفرج على فيديوهات، العب جيمز، اعمل اللي انت عاوزه، يعني شايفة انه فترة اجازة ومفيش مشكلة. رجعنا لفترة الدراسة والطفل دايما او الشخص او الابن كسن ايا كان السن متعلق دايما بالتكنولوجي او التليفون او السوشيال ميديا بشكل عام، ازاي اعمل المعادله دي؟ هل امنعه تماما من التليفون؟ ما ينفعش تدخل فيسبوك او انستجرام او ايا كان يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينفعش تلعب جيمز وامنع واخد التليفون، ولا يكون في وقت لكده والوقت لكده؟ ازاي اقدر اعمل المعادله دي؟ بصي عند حضرتك كذا اقتراح. المنع نهائيا للطفل دون بديل هيعمل معاكي انت مشكله. هيبتدي يزن، هيبتدي يجري عشان ينام، هيبتدي يضايق اخواته، هيبتدي يقول لك طب انا مش هذاكر. طيب لما اجي امنع حاجه على الطفل بمنعها بالتدريج واحط له بديل. نسمع الجمله دي تاني، لما اجي امنع حاجه عن الطفل امنعها بالتدريج واجيب له البديل. طيب انا دلوقتي كأم عايزه امنعه من التاب ومن موبايل، ايه البديل اللي ممكن تحطه له؟ طيب يبقى انا كأم هستقطب وقت صغير وهديله وقت قليل للموبايل، وتختاري الحاجات اللي يعني مثلا بتحب اليوتيوب قدامك ساعه، بتحب الجيمز مع ان انا ضدها شكلا وموضوعا
ساعة، وهتختاري الساعة دي اللي هو قبل ما تنام بعد ما تكون خلص. عايزة تشيل الموبايل، عايزة تشيل التاب، يبقى تحطي ألعاب المونتسوري للأطفال وتنمية المهارات للكبار، إذا كان في قصص، إذا كان في روايات، إذا كان في حاجة ممكن تنمي المهارات عندهم، فهتفرق معهم كتير جدا. يعني بدال بدال ما حضرتك هتمنعي، لا هتحطي البديل وتقللي الوقت. لكن لا خالص، فانتي برضو كرهتيه في الدراسة وبرضو خنقتيه وبرضو ضايقتيه. ما احنا عندنا ثقافة يا دكتور الأهالي أو الآباء والأمهات إنه بدينا الدراسة خلاص في حالة مرعبة كده بتحصل. ما هو دي غلط. مفيش موبايلات، مفيش تليفونات، مفيش إن أنت تقعد تاخد بريك. ما احنا دلوقتي بنقول لهم إيه الصح وإيه الغلط. هتستمري في نفس طريقتك معاه، هيكره الدراسة وهيعاند معاكي، ويبقى طفل عدواني وبيضرب إخواته. صحيح. ومتعصب عليكي على طول ومتضايق وعنده مشاكل في المدرسة. احنا بنقول دلوقتي يعني بعض النصائح عشان تساعد اولياء الامور. هتيجي تقولي لا ما احنا بنعمل، طب ما خلص يبقى ملهاش لازمه النصيحه اللي انا بقولها لك. طب دكتور ارجوكي هتمنعي هتمنعي حاجه منه، حط لها بديل وامنعيها بالتدريج. طب في اهالي بتتبع يعني ومهم على فكره الرياضه، يعني انت برضو حضرتك لو شفتي الجدول وحطيتي له رياضه في اليوم بتاعه خلاص كده مش هيبقى عنده وقت اصلا لتاب ولا الموبايل. طب في اهالي بتتبع انه الخمس ايام دراسه وفي الويكند نعمل اللي احنا عاوزينه، يعني تاخد التليفون نخرج، يعني هو مجرد الاجازه بس هي للترفيه، هل ده صح؟ طيب خلينا اتفق معاكي، كل بيت وليه سيستم ربى عليه اولاده. صح ولا غلط؟ ممكن يكون السيستم ده مناسب لاسره واسره تانية لا. بتعرفي منين اذا كان مناسب ولا لا؟ انه يجيب معاكي نتيجه. صح. يعني لو السيستم ده في اسره جاب معاهم نتيجه والولد فعلا بيبقى مستني الويك اند وشاطر وممتاز ومتفوق، خلاص ليه لا؟ لو ما بيجيبش معاكي نتيجه ومازال الولد شقي ومش شاطر ومش بيسمع الكلام وفي سلوكيات غريبه، يبقى انا لازم اغير ايه؟ اغير نظامي. صحيح. اوعي تقولي لي ان انا لازم اطبق كل الانظمه على كل الاسر. احنا مختلفين. حقيقة. مختلفين بطبعنا، مختلفين بتقاليدنا، مختلفين بحتى تفكيرنا واسلوبنا في حياتنا. فبالتالي ايه، انا هديكي كذا اسلوب وتجربي الاسلوب المناسب ليكي، بتجربيه لمده اسبوعين 3 اسابيع، لقيتيه جاب نتيجه حتى 2-3% يبقى احنا بنعلى، يبقى ده مناسب. لقيتيه ما بيجيبش نتيجه وبالعكس في الأسوأ يبقى ده ما يناسبكيش اصلا. صحيح. طيب خليني اختم مع حضرتك، ويعني استغل وجود حضرتك معانا طبعا ونعرف الطرق الصحيحه للمذاكره وازاي ارتب واذاكر لاولادي بشكل سليم في نقاط. حلو قوي. طب انا عشان هنقول كده معلومات عامه ونصائح عامه مهمه جدا، انا عشان خاطر ابني يذاكر كويس لازم يكون بياكل كويس، لازم يكون بينام كويس، لازم يكون المكان اللي قاعد فيه بيذاكر اضاءته كويسه ومريحه. ما تقوليش والله هو متعود يقعد يذاكر على السرير عادي، او هو بيحط الاباجوره والدنيا كلها ضلمه عادي. لا، الاوقات المناسبه للمذاكره بعد ما بيرجع بياخد مثلا نص ساعه بريك، وبعد كده بيبتدي يقوم يذاكر وقبل ما ينام. على فكره الوقت الكتير الناس بتقول ايه قبل ما ينام اصل ما بقاش مركز، لا قبل ما ينام على فكره برده ممكن يذاكر بيبقى مركز جدا. فانت عندك الوقت المناسب للمذاكره لو في الويك اند الصبح بدري جدا، تمام، من مثلا من الساعه 7 لحد الساعه 9 10، وقت مناسب جدا. طرق المذاكره السليمه احنا قلنا في طريقتين، يا اما يذاكر بالاوقات المنفصله اللي هو نص ساعه وخمس دقائق على 4 مرات كل مره فيهم 10 دقائق بريك. تمام. لا اما يذاكر لو هو كبير شويه ولد كبير شويه ساعه ويفصل ساعه ويفصل، ويبتدي ياخد المواد الصعب الاول وبعد كده الاسهل، ومع مراجعه يوميه للدروس فهو مش هيحس بمشكله. مراجعه وتدريبات يوميه فهيحس برضو ان الماده مش صعبه بالنسبه له. الخريطه الذهنيه جزئيه مهمه جدا في المذاكره، لانها بتساعده كل ماده لو بيعمل ورق فيها خريطه ذهنيه للماده اول ما هيشوف الورق هيفتكر كل اللي ذاكره. مهم انا بقى كبيت ما اقعدش اضايقه ويلا الامتحانات قربت، انت مش هتجيب درجات مش عارفه زي مين، شفت انت عملت ايه. الرياضه مهمه جدا، الترفيه مهم جدا، وبلاش مقارنه بين الاخوات، كل واحد فيهم ربنا اداله ميزه وربنا اداله نعمه، اخد نعم اولادي واكبرها. بلاش اقول له اختك جابت واختك عملت وخليك مش عارفه زي ابن عمك، لا هو ربنا مديله امكانيات وقدرات لازم احترمها. ابني لو عنده صعوبات تعلم او عنده مشاكل اتوجه للاماكن الصحيحه عشان تساعدني،
ما توجهش النصايح اللي حواليا لان هم ما عندهمش الخبره الكافيه ان هم يساعدوني. صحيح. اتابع على طول معاه في المدرسه، اتابع على طول معاه المدرسين، اتابع على طول الانشطه، والرياضه مهمه جدا. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على النصايح دي، واتمنى فعلا كل اباء وامهات بيسمعونا نلتزم بيها، اكيد هنطلع طفل سوي وكمان شاطر في الدراسه. انا بشكرك جدا يا دكتور. بشكرك دكتوره ايمان الرئيس، مستشاره تربويه ونفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا يا دكتور. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكره وحلقه جديده، وصباحكم صباح النور.